نحن وياكم نتابع بفقراتنا ومنروح هلا لسلكة وامنه. المؤهل بقوى الامن الداخلي بغرفه التحكم المروري رؤوف ابو العز بينضم لنا هلا. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل، شو عندنا جديد؟ نعم، حركه مرور الصباحيه لليوم ناشطه على المدخل الشمالي للعاصمه من جنوب الضيه كثيفه باتجاه امتلاج جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي في حركه سير كثيفه على اوتوستراد خالدي باتجاه انفاخ المطار وناشطه باتجاه الاذاعي. المدخل الشرقي حركه سير ناشطه من كوين عريا باتجاه الجمهور حتى الصياد. اما ضمن شوارع العاصمه ما زالت حركه السير طبيعيه على كافه المحاور دون عوائق. في مقاس حوادث السير اللي سجلت خلال 24 ساعه الماضيه ست حوادث نتج منهم سبع جرحى. اما مخالفات الرادار تم تنظيم 448 مخالفه سرعه زائده. بنطلب من السائقين التراوي والحذر اثناء القياده مع وضع حزام الامان وعدم تجاوز السرعه المحدده على الطرقات وعدم التلاحي على الهادي. هذا كل شيء لغايه الساعه. شكرا لك، يعطيك العافية. المؤهل بقوى الأمن الداخلي رؤوف أبو العز وكل العاملين في غرفة التحكم المروري.